السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. شفت دلوقتي الفنجان بتاعك فيه احداث وفيه تقدمات، وان شاء الله باذن الله يكون فيه تبشرات انت محتاج تسمع، لان انت حرفيا محتاج تسمع اكتر من حاجه تديك طاقه ايجابيه. تعبت، اهملوك، ظلموك، كسروا بخاطركم، الله اعلم. فعشان كده الفتره دي هي فترتكم انتوا لتثبتوا وجودكم وتخرجوا من اللي انتوا فيه. ويلا بينا بقى نشوف الفنجان عباره عن رموز، هنفسره ونشوف التقدم حبيب الفتره دي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طب بذمتكم يعني اللون ما يفتحش القلب؟ لون القراءه بتاعتكم اصلا تفتح القلب؟ بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طب نبدأ بإيه بقى؟ أقول لكم إن أنتوا عندكم تلات حاجات هتحصل لكم الفترة دي. التلات حاجات دول ورا بعض هيدوكم طاقة إيجابية. أول حاجة، أنتوا الفترة دي بشكل كبير جدا هيتفتح قدامكم باب. الباب ده هيكون جميل وهيكون فيه تبشرات بالخير. الباب ده استثنائي، أنتوا بقالكم مدة عمالين تدقوا عليه وطال الانتظار. هيحصل من ورا الباب ده افتتاح حلو جدا، وهيبقى فيه خبر مفرح، وكل الأدلة هتحصل لك تغيرات إيجابية، ومعظمها هتحصل لك في حياتك الشخصية. كمان انت من بعد التعب والخزلان والصدمات والسنين اللي مرت عليك هانت خلاص بإذن الله. هيكون في نصرة إيجابية وفي تعويض عن كل ألم وكل دمعة عين وحزن كانت في حياتك. وكمان خلال يومين او اسبوعين باذن الله هتحصل لك حاجه مفاجاه. كمان انت الفتره دي بتحاول ان انت تبعد عن ناس كتيره جدا اذتك. عندكم تعبان، والتعبان ده لافف حوالين رقبتكم، وده بيدل ان حد خبيث بيلعب في حياتكم. كمان انتوا هنا عندكم شويه زعل، والزعل ده جواكم، بتحاولوا ان انتوا دايما تظهروا بالقوه، تظهروا بالشجاعة، بس انتوا نفسيتكم تعبانة وزعلانين على حد في حياتكم، اذا كان ابنكم او بنتكم او اختكم او حد انتوا زعلانين عليه زعل شديد جدا، وبتقولوا يا رب عديها على خير. كمان انتوا هنا واخدين صدمة كبيرة من حد، والصدمة دي مازالت بتعانوا منها، بس بإذن الله هيكون في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليكم، هيجي لكم وهيعترف لكم بالحاجة اللي هو عايز يعترف بيها، بس انتوا مترددين شوية الفترة دي. ويعني حان الوقت ان انتوا تستعيدوا الحياة الحلوة وتبعدوا عن الطاقة السلبية. في كمان شخص، الشخص ده هتتعرفوا عليه وهيبقى اختبار من عند ربنا، بس دايما اقول لكم حاولوا تتحكموا بعقلكم بشكل احسن، وبلاش تتعاملوا بعاطفيه زياده عن اللزوم. انتوا هنا ممكن يكون عندكم شويه شد وجذر مع الشريك، وعشان كده انتوا بتحاولوا تبعدوا عن اي حاجه بتديكم حزن، والذكريات اللي كانت في الماضي بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها، وبتحاولوا ان انتوا تبصوا للمستقبل بشكل ايجابي. ليه؟ علشان مش عايزين حاجه تاذيكم تاني زي الاول، او بمعنى اصح انتوا بداتوا ان انتوا تبصوا للحياه بنظره مختلفه عن اللي فاتت. الهموم اللي كانت سبب في يوم من الايام في ضيق صدرك باذن الله ربنا هيشيلها من حياتك. كمان انت هنا منتظر بقالك مدة كبيرة جدا، المدة الكبيرة دي انت منتظر فيها ان انت تبعد عن اي اذى، بس بتقرب منك الطاقات السلبية، او عندك وسواس مؤثر عليك، وده مخليك انت مش عارف اصلا تستمتع بالحياة ولا تستمتع بالحاجة اللي انت فيها، ودايما هي الافكار السلبية مؤثرة عليك، ده الوسواس اللي عندك. بس باذن الله العيون هتسيبك في حالك، بس لازم تحصن نفسك وتحصن البيت، علشان الطاقة السلبية بيأثر على كل حاجة في حياتك، وده بيأذيك انت بشكل سلبي. فلازم تبعد عن اي ضغوط نفسية الفترة دي، وتحاول تطبطب على نفسك وتخفف اي ألم جواك. ايه هي مشكلتك؟ مشكلتك رؤية الاشياء قبل حدوثها، مشكلتك رؤية الحاجة او تعرف الشخص اللي قدامك بشكل يعني ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ هو حصل ايه؟ بتفهم اللي قدامك على طول من غير تردد ولا تفكير، ومجرد ما يبص لك بتفهمه، وبتفهم اتجاهه او بتفهم نيته ايه. احيانا من وقت للتاني الحاجه اللي انت بتكون عايز تعملها بترسمها وبتخطط لها الاول، وبعد كده بتبدا ان انت تشتغل عليها وتبدا تعمل واحد اتنين لحد ما توصل للهدف.
كل فكرك الفترة دي بالماديات والحياة العاطفية. الماديات عندك في فلوس عاطلة، في فلوس متعلقة، في فلوس انت مستنيها الله اعلم، وفي نفس الوقت الحياة العاطفية. ما تزعلش مني ان اختياراتك في الحياة العاطفية غلط، لاما الشريك في طرف تاني لو انت عندك شريك، او انت في طرف تاني في علاقة تانية، او في حد بيتدخل وانت سايب له الفرصة. وزي ما قلت مواضيع هتتفتح قدامك هتاخد فيها قرارات بإذن الله، ربنا هيقضي لك الحاجة اللي انت عايزها او اللي انت طول الوقت عمال تسعى من اجلها. وكمان في مشروع انت هتدخل فيه، من خلال المشروع ده انت هتطلع منه بتطورات ايجابية باخبار مفرحة. انت بقالك اكتر من وقت عمال تفشل في المشروع اللي انت عمال تدخل فيه، فحال الوقت ان هتجيلك الفرصة وتعوضك عن خسائر السنين اللي انت مريت بيها. وخلي بالك انت من خسائر اللي انت خسرتها دي نفسيتك تعبت، ومعنوياتك حسيت ان مفيش اي تجديد عندك، وعشان كده بدأت ان انت تفصل بينك وما بين ناس كتيرة جدا اذتك، او بمعنى اصح ناس كتيرة جدا عرفت ان هي تدخل حياتك وتأذيك. هنا فرقت او حصل فراق بينك او بينك ناس كانت غالية على قلبك. الفترة دي في رجوع ليكم بشكل سريع، وخلوا بالكم في شخص ظلمكم ويعني قال عليكم كلام سلبي، هيجي لكم وهيعتذر منكم، وانتوا اللي هتقرروا اذا كنتوا تكملوا او تبعدوا. في مناسبة حلوة هيكون فيها لقاء عاطفي، فيها حب جديد هيكون على الباب، والبعض منكم عايز يشتري حاجة جديدة، البعض منكم في حاجة عايز يعملها. كمان هيكون في فرصة لتحسين حالكم للأفضل، وفي ذنب انتوا عملتوه هتحاولوا تستغفروا ربنا عليه. والفترة دي انتوا بتسعوا لتخليص أوراق، أو بتسعوا ان انتوا السفر بتاعكم يتم على خير. انتوا معروفين من زمان ان انتوا مالكمش حب في النصيب، وده ليه؟ دي ان انتوا بتتعاملوا بعاطفة أكتر مع الشريك. الشريك يعني لازم تتعاملوا معاه بعقل، ولازم كده تبدأوا يومكم بالطاقة الإيجابية، ما تبدأوش يومكم أبدا بالطاقة السلبية. انتوا عم تقربوا الفترة دي من تحقيق هدف، والهدف ده هيكون فيه انطلاقة. عندكم حرف الاس وحرف الدال وحرف النون، دول حروف موجودين في حياتكم، بينكم وما بينهم رابط. عندكم رزق، والرزق ده من الاحلام اللي انتوا بتحلموها، او انتوا بتحبوا البحر، بتحبوا الاكلات البحرية، في سمك عندكم في الموضوع بيدل على الرزق، او بيدل ان انتوا بتحبوا تعملوا حاجات كتيرة في حياتكم. كمان انتوا في خلاف بينكم وبين حد، الخلاف ده مش لازم يكون عاطفي، مش لازم يكون مع صديق او غيره، يعني هو خلاف مع حد من ابراج عندكم، وممكن تكون الابراج دي هو ايه. الخلاف ده حصل بينكم وانتوا بتحاولوا اليومين دول يعني تبعدوا، وهم بيحاولوا يقربوا عشان يصلحوا الخلاف ده، او يصلحوا المشاجرات اللي حصلت عندكم، او المواضيع اللي حصلت في حياتكم. وفي نفس الوقت انتوا حطيتوا نفسكم في خانة الحيرة. خانة الحيرة دي مسببة لكم ان انتوا مش عارفين تتواصلوا مع حتى نفسكم، واهملتوا جدا بسبب المباراة اللي انتوا فيها، او بسبب الذبذبة اللي انتوا فيها، مش عارفين تهتموا باي حاجة. كمان انتوا هنا هتقدموا على شغل او هتقدموا على حاجة، وهتكون مستنيين الرد او مستنيين الحد ده يرد عليكم. هيكون في مجاوزة للمشاكل اللي انتوا فيها، وبإذن الله هيكون في حصدا تاما على جميع الاوضاع بتاعتكم. كمان الفترة دي هيكون في طبطبة على خاطركم اللي انتوا واخدينه ما بين حد، في حد عندكم او انتوا واخدين على خاطركم بسبب شخص، او شخص غدر بيكم فانتوا خدتوا على خاطركم منه الله اعلم، فعشان كده انتوا قررتوا ان انتوا تسكتوا وتتعاملوا بشكل مختلف. والناس اللي سببت لكم في يوم من الايام طاقة سلبية، انتوا مش هتردوا عليهم ولا حتى هتدوهم اهتمام. ليه؟ علشان هتقولوا خلاص احنا كده بدأنا ان احنا نبص لحياتنا ونفوق، فاحنا مش عايزين الناس دي تدخل حياتنا مرة كمان. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طب شايفين القعدة الرومانسية اللي انتوا هتقعدوها دي؟ يعني القعدة الرومانسية اللي هتقعدوها مع بعض، وهيكون في لقاء عاطفي سريع وجميل جدا، يعني هيكون في امور عندكم حلوة وايجابية. اولا الفترة دي انتوا عندكم شوية وجع في الجسم، حالتكم النفسية بتتحسن واحدة واحدة من بعد فترة الاكتئاب والخذلان اللي انتوا عشتوه.
في مال او هديه بعد، زي ما قلت لكم، لا اما خطوتين، لا اما اسبوعين، لا اما يومين. كمان انتوا عندكم هنا حد بيجيب في سيرتكم، الحد ده شخص غيران من نجاحكم وبيحقد عليكم، مع انكم انتوا مكرمينه جدا ومدينه حاجات كتيره جدا، بس هو شخص طماع واناني. كمان انتوا شاغلين تفكيركم بموضوعين، شاغلين بالكم بشكل يعني بشكل على طول، طول الوقت بتفكروا في الموضوعين دول. هنا كمان في ورقة تخص محكمة انتوا هتدخلوها، او ورقة هتخلص على خير، وفي بشرى باكتمال زواج، باكتمال خبر حمل، باكتمال حاجة جديدة عندكم. انتوا هتقعدوا في مكانة وهتقولوا الحق في حاجات هتتعرض قدامكم، وهتتكلموا بما يرضي الله، وهتقولوا لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، ده فيه انتوا واخدين فكرة غلط. فانتوا حاولوا الفترة دي بقدر المستطاع تهدوا شوية، وما تكونوش انتوا يعني ايه يعني بلاش ان انتوا تكونوا مندفعين قوي، لا انا مش عايزة لكم الاندفاع ده، عايزاكم ان انتوا تكونوا هاديين وتستقلوا بنفسكم خالص، علشان فيه طاقة جديدة هتقع عليكم، والطاقة الجديدة دي انتوا هتحاولوا تستغلوها. كمان عندكم المفاصل وألم في الظهر، وجعكم في وجع عندكم بشكل رهيب، وكل ده من المفاجآت اللي عمالة تحصل عندكم وانتوا مش واخدين بالكم. فلازم تخلوا بالكم كويس جدا من أي حاجة مأثرة عليكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا بنفسيتكم بتتعب، فعشان كده انتوا الفترة دي هيكون فترة تغيرات ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا بين اللي انتوا هتعملوه، علشان خاطر كمان في شخص هيكون مناسب هيدخل حياتكم وهيبدل حياتكم كده بالأفراح والسعادة، وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا. بالنسبة للعمل، العمل انتوا نافرين منه، العمل انتوا مش عايزين تشتغلوا، يعني بعد ما انتوا كنتوا بتحبوا الشغل وبتحبوا ان انتوا تكون عندكم طاقة ايجابية، العمل عندكم فيه شوية مشاكل او شوية عراقيل بمعنى اصح، وعشان كده عندكم تصفية حسابات سريعة، او بتصفية حسابات في اوقات معينة، تصفية حسابات انتوا هتبدأوا تصفوا حساباتكم، او هتبداوا ان انتوا تتكلموا مع الشخص المنافق اللي عندكم في العمل ده، وهتقولوا له انت بتاذينا، انت مركز معانا، او انت الشخص اللي كنت بتتكلم عننا الفتره دي. كمان في عين كبيره، والعين الكبيره دي عاوزه تاذيكم باي شكل وباي طريقه. لو انتوا واجبتوا على الصلاه وواجبتوا على القران والذكر في الله او للتحصيل، عمر ما حد هيقدر ياثر عليكم حتى باي حاجه، رغم ان انتوا مريتوا في فترة صعبة وفترة قاسية، وعشتوا فيها من فترة الخذلان كانت محيطة بكم، وفقدتوا الثقة في ناس كتيرة جدا، خصوصا في الناس اللي كانت قلبها مليء بالحقد وبالغل اتجاهكم، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بعيد عنهم. فعشان كده دايما اقول لكم بلاش الحزن وبلاش الطاقة السلبية، كل اموركم باذن الله هتكون زي ما ربنا عايز. كمان سمعان الخبر اللي هيفرحكم في اليوم المناسب ده، هتكون فترة انتظاركم انتوا جدا ليه، التبشرات بتاعتكم كلها او الرموز كلها بتاعتكم بتدل على الخير وعلى الفرح، ومفاجآت كتيرة جدا في انتظاركم. انتوا قربتوا من الفرج، والفرج ده هيكون تغيير على جميع الاوضاع بتاعتكم ان شاء الله. ربنا هيكرمكم بمولود جديد، بارتباط جديد، في حاجة في الطريق انتوا اليها، والحاجة دي هتكون توفيق من عند ربنا، او اقدر اقول ان عتاب مع الشريك من بعد لحظة خذلان. انتوا في مناسبة هتكونوا مبسوطين جدا فيها، وبلاش ان انتوا اي حد يدخل حياتكم يديكم يعني ايه يديكم طاقة سلبية. كمان انتوا عليكم تسديد ديون الفترة دي، بتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تسدوا الديون اللي عليكم. البعض منكم عنده تساقط شعر، عنده مشاكل في بشرته، مشاكل في جسمه، فبيحاول ان هو يحلها، فبلا ما تقلقوش خالص. كمان انتوا عندكم انفراجات مالية، وعندك خبر مفرح بعودة الحبيب او بعودة الشخص اللي هيكون مناسب لحياتكم. ودايما اقول خدوا بالكم من قراراتكم في وقت الغضب، ليه؟ علشان وقت الغضب ده بتبقى انتم منفعلين، وممكن تقولوا كلام تزعلوا الطرف التاني وانتم مش واخدين بالكم، فلازم في الوقت ده يكون انتم كده يعني عندكم طريقة كلام لطيفة. انا عارفة ان انتم وقت ما بتكونوا عصبين ما بتكونوش شايفين حتى قدامكم، بس لازم في وقت الغضب تتحكموا شوية في قراراتكم وفي الكلام اللي طالع من لسانكم، علشان ما تندموش عليه، او علشان ما تخسروش حد انتم بتحبوه او هو بيحبكم. بلاش تسرع في اخذان القرارات في الوقت الغلط. كمان انتوا هنا تعبانين من هم كبير، فربنا هيشيله عنكم باذن الله، وموضوع متعلق بخصوص شغل او بخصوص علاقة عندكم،
بخصوص حاجة هتتغير الفترة اللي جاية، وهيكون عندك طريق انت ماشي فيه، هيكون طريق حلو او هيكون جبر، بس بلاش عشم زايد عن اللزوم في الناس المحيطة بيكم، علشان العشم ده بيخليكم انتوا اللي تزعلوا او بيخليكم انتوا اللي تتعبوا. العشم الزايد في الناس الغلط ده بيأذيكم انتوا، فبلاش ان انتوا تعشموا زيادة عن اللزوم، لا انتوا تعاملوا بشكل عادي جدا وبشكل يعني عادي، بلاش ان انتوا ايه تتعاملوا بشكل عامل فتقعوا انتوا في مشكلة. كمان البعض منكم بيتحمل فوق الطاقة بتاعته، البعض منكم بيتحمل فوق المسؤولية بتاعته، يعني انتوا ممكن تكونوا اتولدتوا اصلا ان انتوا تكونوا تتحملوا المسؤولية، اتولدتوا اصلا ان انتوا قد المسؤولية. البعض منكم اتولد في مسؤولية كبيرة فشايلها فوق كتفه، فوق الطاقة بتاعته اصلا اللي هو بيمر بيها، او انتوا دايما بتمروا بكل حاجة لوحدكم، مفيش حد جنبكم، اذا كان ألم، اذا كان تعب، اذا كان شيل مسؤولية، اي حاجة انتوا بتكونوا قدها فعلا بس بتتعبوا، فمحتاجين ان انتوا يعني ربنا كده ياخد لكم حقكم. فما تزعلوش، اللهم لا شماتة في حد، انتوا هتاخدوا حقكم الفترة اللي جاية وهتشوفوا تعويض ربنا اتجاهكم. كمان الفترة دي انتوا هتنزلوا وهتشتروا هدوم جديدة، هتشتروا حاجات جديدة او هتعملوا حاجات جديدة. اغلبكم اي نعم اغلبكم مستني فرح، اغلبكم تعبانين جسديا ونفسيا من كتر الالم، فربنا هيخفف عنكم وهيشفيكم باذن الله، بس انتوا ما تسلموش للتعب مهما يكون او مهما يحصل، ما تسلموش للتعب. كمان شايفه لكم طاقه ندم، وطاقه الندم دي بقالها مده متعلقه معاكم، طاقه الندم دي على حاجه انتوا ضاعت منكم، او على حد دخل حياتكم الله اعلم، او على حاجه خطيئه، قرار خدتوه غلط، امور حصلت غلط عندكم، فانتوا يعني حصل شويه عراقيل الله اعلم. كمان انتوا هنا بتفكروا بشكل سريع او بشكل طول الوقت بتفكروا في الاستقرار. الفترة دي انتوا بتسعوا ان انتوا تاخدوا اي خطوة اتجاه الاستقرار، خلاص عايزين تستقروا بعد يعني اي نعم عشتوا معافرة، الفترة دي في بعض اموركم في خلاف في حياتكم الشخصية، في حد قالب عليكم الترابيزة رغم ان انتوا كويسين معاه، في امور مخالفة، بس بتغيير العتبة او بتغيير حاجة جديدة هتخليكم كده ان انتوا شايفين حياتكم بدأت تتحسن واحدة واحدة. في حد ما بيسمعش كلامكم ابدا، الحد اللي ما بيسمعش كلامكم ده انتوا متضايقين ان هو فعلا ما بيسمعش كلامكم، وبتحاولوا ان انتوا تقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط. انتوا من الشخصيات اللي بتحبوا ان الشخص التاني او الاولاد او الحد اللي في حياتكم يديكم اهتمام ويديكم تقدير ويسمع الكلام. كمان انتوا هنا بدأ يكون في توازن عندكم في الامور المادية، وهتبدأ الامور تتحسن معاكم احسن من الاول، وكمان هتحكمكم قاعدة بينكم وبين شخص زي ما قلت لكم حصل بينكم خلاف، هيجيب او ممكن يحصل يعني قاعدة مع حد تاني او هيبقى في امور. كمان انتوا هي يعني الشخص ده او الست دي او الحد اللي انتوا هتقعدوا معاه هيجيب اللوم كله عليكم، وهيقول لكم انتوا اللي قلتوا الكلام او انتوا اللي حصل منكم كده. طبعا انتوا ردة فعلكم ساعتها هتكون قاسية جدا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرتي. كمان انتوا هنا مطلوب منكم تكونوا دايما حريصين من ناحية الماديات، اي نعم مصاريفكم كتير بس ماسكين شوية، ليه؟ علشان بتحاولوا تظبطوا الامور اللي عندكم. مين الشخص اللي بيستغل فيكم في ماديات وانتوا هتحذروا من الاستغلال المادي؟ انسان بيطعنكم في ظهركم وماسك سكينة، لكن انتوا هتوضحوا الامر بفضل حد هيساعدكم، هيوضح لكم الامور وكمان بأدلة، خلوا بالكم. كمان في مناسبة سعيدة جايه لكم، هتبقى منفلتة الانتباه كده، هتكونوا انتم او انتم هتكونوا ملفتين الانتباه، في حاجات كتيرة جدا وفي حاجات هتبان قدامكم. طيب مين اللي تعبان في ارض البيت بتاعتكم؟ الحد اللي تعبان او نفسيته تعبانة او هو تعبان بإذن الله هيتعافى وربنا هيشفيه. انتوا هنا بتعانوا من بعض التفاصيل، من تقلب الشريك او من تقلب المزاج بمعنى اصح، لكن عندكم هدية حد هيديها لكم، وانتوا هتكونوا محتارين تاخدوها ولا لأ، بس هو فعلا الحد ده هيقدم لكم تضحيات وهيقدم لكم تنازلات وهيثبت لكم قد ايه هو بيحبكم، وهيكون شخص مناسب جدا ليكم، بس انتوا بعض الامور مكركبة معاكم،
المتجوزين، لإما انتوا يعني في جرح بخصوص الشريك، لإما انتوا قلبكم مخزن من الشريك كتير ومحتاجين ان انتوا تقعدوا معاه علشان توضحوا الامور او توضحوا الكلام. انتوا شايلين هم علاقة تانية، طرف تاني، في حاجة عندكم يا متجوزين انتوا شايلين همها، لازم تقعدوا مع الشريك وتحلوا الخلاف اللي بينكم وما بينه علشان انتوا فاهمين حاجة غلط، فلازم تتوضح الفترة دي علشان الضغوط اللي انتوا بتعانوا منها دي تعباكم نفسيا. انتوا عندكم رجوع او عندكم تصفية حسابات او عندكم فترة فيها طاقة ايجابية. ليه؟ علشان الخوف. وحتى العزاب، العزاب دايما عندهم طاقة خوف، طاقة توتر، ودايما خايفين من بكرة، والقلق واخد جزء كبير جدا من حياتهم. فانتوا عندكم هنا طاقة ايجابية، بس ما تزعلوش مني ان انتوا عندكم مرات اخ دايما بتنتقدكم، سخيفة جدا، حتى ردة افعالها باردة، ايه ردة افعالها كده مش عاجباكم، بس انتم يعني اللي هو ساكتين وبتحاولوا ان انتوا تسكتوا لحد ما تشوفوا اخرها ايه. فهي ردة فعلها بتكون سخيفة وبتكون وحشة. كمان الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم في حال من التاني ده مخليكم انتوا عندكم تنازلات وتضحية. لا انا مش عايزاكم تخافوا من حاجة، انتوا ما تقلقوش، انتوا في عندكم انتصار وحل مشكلة سحبت طاقتكم في يوم من الايام. الفترة دي كل حاجة هتتحل وهتبقى الامور ماشية عندكم زي ما انتوا عايزين. ليه؟ لان انتوا هيبقى في فتحة كلام او هيبقى رأيان فاتحة الفترة دي، ومن بعض الامور اللي هتكون مربحة ليكم هتسد ديون كانت عاطلة عندكم، هتشتروا حاجات بقالكم مدة عايزين تشتروها الله اعلم، بمعنى اصح ممكن تصفوا حسابات، ممكن تبدأوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه وتعملوه. هيبقى في انكشاف سر قدامكم، السر ده مش مستخبي ولا حاجة، بس انتوا هتكونوا متفاجئين بيه، ومش هيبقى عندكم اصلا اي ردة فعل، علشان عادي هو السر ما يخصكمش، بس انتوا هتبقوا هتنفاجئوا، هتبقى في مفاجأة بخصوص السر ده، بس صدقوني مش هيكون في رد اي ردة فعل، وخلاص الامور عندكم ما هتبقى عادية جدا. كمان انتوا هنا في حاجة مؤثرة عليكم، لإما تفكير سلبي مأثر عليكم، لإما بعض المقربين مأثرين عليكم، في حد فعلا عارف يأثر عليكم وانتوا مش يعني مش راضيين بالحاجة دي، أو انتوا في علاقة أصلا مسمومة، ورغم كل التعب اللي انتوا فيه انتوا مكملين في العلاقة المسمومة اللي تعباكم واخدة من الطاقة بتاعتكم. فشوفوا انتوا الفترة دي بتعانوا من ايه، والحاجة اللي بتعانوا منها ياريت تبعدوا عنها. على الرغم من ان انتوا بتظهروا دايما القوة، على الرغم ان اطيب من قلبكم مفيش، على الرغم ان انتوا ممكن تقولوا كلام لحد يزعله ويزعل منكم فعلا، بس انتوا حرفيا اطيب من قلبكم مفيش. فعندكم خطوة لأمام قدام، الخطوة دي هتبقى بشكل ايجابي حلوة جدا، والخطوة دي هتكون خطوة صريحة، اذا كانت بقى ارتباط او اذا كان مشروع هتدخلوا فيه، انتوا الخطوة دي هتكون ايجابية جدا وهتكون مميزة فعلا ليكم. في حد انتوا غلطتوا غلطة ان انتوا حكيتوا له سركم، الشخص ده مبين لكم ان هو كتوم، بس هو مش كتوم، وبيتكلم عن الاسرار اللي انتوا بتحكوها له، فياريت تخلوا بالكم. يعني الفترة دي ممكن يكون في عزومة، في انتوا هتلموا حد حواليكم، او في حد هيتصل بيكم وهيعزمكم، او انتوا الفترة دي بتسعوا لتحقيق الهدف بكل الطرق، عايزين تحققوه، عايزين توصلوا للحلم اللي هو جعل اموركم في يوم من الايام فيها طاقة سلبية. في امور عندكم هتتبدل، وبالفعل يعني الاسم هتكون كبيرة جدا لتخلصكم من حالة الكآبة اللي انتوا فيها خالص، وهتتمكنوا من كل الاعمال اللي هتديكم طاقة ايجابية. ليه؟ علشان انتوا ما بقيتوش تستسلموا زي الاول، بدأتوا تواجهوا، بدأتوا تتكلموا، اي حد مزعلكم بتدوه فوق دماغه، الوضع عندكم اتعكس 180، او انتوا اتغيرتوا بشكل كبير جدا. كمان اي حد بيحاول الفترة دي يقرب منكم او حتى يتكلم عليكم، انتوا بتتحاولوا تاخدوا معاه خطوة مختلفة. ليه؟ علشان انتوا بدأتوا تبصوا على اللي هيحسن مزاجكم، علشان انتوا ما بتعملوش حاجة غلط مع حد، فالوقت يعني الفترة دي فترتكم انتوا، فترتكم انتوا في ايه؟ لان انتوا تحققوا النجاح اللي عندكم في حياتكم،
ورغم ما خدتوا صدمات في حياتكم، يعني انتوا عندكم بعض الصدمات من الناس اللي حواليكم، لكن انتوا هتحسنوا وضعكم وهتحسوا قد ايه ان الطاقة السلبية بدأت تبعد عنكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية كانت متحكمة فيكم وهي اللي كانت تعباكم التعب النفسي ده اللي انتوا كنتوا بتعانوا منه وانتوا ما كنتوش حاسين، او بحالة الازعاج، بحالة التوتر، بحالة اليأس. فالفترة دي فترتكم، فداروا واكتموا على شمعتكم علشان تكمل. وزي ما قلت قلبكم دليلكم، ورغم الظروف اللي انتم فيها، رغم ان انتم هيكون في تحسن، ما تخليش الضيق والقلق والطاقة المؤذية تأثر عليكم، لازم انتم اللي تأثروا عليها. القرارات اللي انتوا هتاخدوها بعقلكم احسن مليون مرة ما هتاخدوها بقلبكم. الوقت ده انتوا جايبين ورقة وقلم وعمالين ترسموا خطط، عمالين تفكروا في افكار كتيرة جدا عايزين تعملوها. فرحتكم وطاقتكم او الفرحة اللي انتوا فيها او النجاح اللي انتوا هتوصلوا له على المستوى المادي هيكون شكل كبير جدا، ومن خلال النجاح ده انتوا هتعملوا كذا خطوة في كذا حاجة في حياتكم، وكمان بدأت التحقيق بتاعكم انتوا شغالين عليه. بس قولوا لي في اتصال من شخص، الاتصال ده كان في بينكم وما بينه زعل، او هيقول لكم خبر يزعلكم، بس مش الخبر اللي هو هيأذيكم، او ممكن كمان حد يجيب لكم خبر عن حد، او هيوصل لكم كلام عن حد، هو مش كلام سلبي يعني ولا خبر يزعلكم بالطريقه اللي انتوا هتكونوا متخيلينها، لا هو خبر عادي، بس ايه خبر يعني ممكن حد يقول لكم عن حاجه عن حد، انتوا الخبر ده اصلا انتوا مستنيينه من بدري يعني، او انتوا مستنيين تسمعوا حد يكلمكم عن حد، الله اعلم، بس في حاجه انتوا مستنيينها. ومن بعد كده هيبقى برضو في امور انتوا هتكونوا ردة فعلكم غير ما انتوا متوقعين، فياريت تخلوا بالكم من اي طاقة مأثرة عليكم او من اي حاجة بتتحكم تأذي فيكم. ليه؟ علشان انتوا عايزين تتخطوا المشاكل اللي انتوا فيها. اتمنى لكم كل ما هو جميل، اتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. ولو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وتنزلوا تقولوا لي القراءة تستاهل منكم ايه، او بمعنى اصح عجبتكم ولا لا. تحياتي ليكم.